نجدد لكم التحية أيها الأحبة، وفي لقائنا لهذا الصباح سنتحدث عن أمر من الأمور المتعلقة بالثقافة البرلمانية، ونستعرض معكم مستمعينا في صباح الخير يا بحرين أحد الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها صباح اليوم برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، وذلك حول مشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 18 مقررا إلى القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر. سنتحدث عن تفاصيل هذا المشروع بقانون وما مدى جدوى تطبيق إدراج هذه المادة في المشروع بقانون. سنتعرف عليها من خلال ضيفتنا منيرة النعار باحث قانوني أول بأمانة الأمانة العامة لمجلس النواب. صباح الخير الباحث القانوني منيرة النعار. صباح الخير وسعد الله صباحكم وصباح المستمعين الكرام بكل خير. شاكرا لكم إتاحة مثل هذه الفرصة لتسليط الضوء على مشروع القانون بشأن إضافة مادة إلى قانون جوازات السفر. نعم. الحقيقة أن مشروع القانون تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في 24 نوفمبر 2016. عقدت اللجنة مجموعة من الاجتماعات عددها 4، التقت خلالها مع وزارة الداخلية وانتهت من مناقشته بتاريخ 12 فبراير 2018. نعم. إن شاء الله اليوم راح يعرض هذا المشروع في الجلسة العامة جلسة مجلس النواب للمرة الثانية. مضمون هذا المشروع هو يقضي بمعاقبة من قام بوضع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو أختام أو غيرها على أي جزء من أجزاء جواز السفر دون أن يكون مخولا بهذا الأمر. نعم. يعني أستاذة منيرة، حتى مثلا بعض الجماعات إذا بيسافرون مع حملة أو ودي الجواز بعض السفارات يحطون عليه ملصق، فهل هذا الملصق بعد يعتبر مخالف؟ أي أختي، في هذا الموضوع تنبهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. علشان الأمر ما يصطدم مع مبدأ شخصية العقوبة، كان النص السابق أن وضع هذه العلامات والملصقات تكون من جهات غير مخولة، ولكن علشان ما تصطدم مع مبدأ شخصية العقوبة اقترحت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على اللجنة المختصة بتعديل صياغة المادة. نعم. بحيث تكون أن الشخص هو الذي يقوم بوضع هذه الملصقات وليس جهات أخرى. نعم. لأن مثل ما أنت عارفة لا يمكن للدولة أن تعاقب شخص على أمر قامت به جهات أخرى ما قام به هو. نعم. طيب، يعني في كل الأحوال سادة منيرة ما نبحث. نعم. يعني بشكل عام المنطق يقول أننا لا نبحث بتغيير ما أو بإضافة يعني مادة لقانون إلا إذا كان هناك مثلا ضرورة أو خطر ما أو خطأ خوفا من تفاقم مما يهدد مثلا الأمن، أمن الأفراد، أمن دولة، المساس بسيادة البلد وهكذا. ترى ما الذي نما إلى يعني معرفتكم حتى يعني بديتوا تدرسون مثل إضافة هكذا مادة؟ هل هناك بالفعل خطر لمستموه؟ يعني هل هناك شيء بالفعل أثاركم وأصبح يتكرر باستمرار، لذلك المسألة لابد أن تكون ضمن قانون وبالتالي نردع من يقوم بها؟ صحيح أختي، هناك ضرورة تشريعية لمثل هذا المشروع بقانون. نعم. والهدف من إقرار هذا المشروع هو حماية جواز السفر البحريني والحفاظ عليه باعتباره وثيقة رسمية من العبث من خلال تحديد غرامة ملائمة ومتناسبة. العقوبة أختي اللي نص عليها مشروع القانون تتراوح بين 50 دينار و 400 دينار، يعني هي ما تتجاوز عقوبة الغرامة. نعم. وشنو يعني تتوقعين تأثير وتابعات إقرار هذا المشروع في حالة الموافقة؟ والله هو راح يشكل تغيير جوهري، لأن الناس راح ينتبهون أن هذه مخالفة وأن تترتب عليها عقوبة، فراح إن شاء الله حقق الهدف منه من الحفاظ على الوثيقة الرسمية المتمثلة بجواز السفر. نعم، احنا اكيد ما احنا ابدا ضد ان يكون في تنظيم في العملية، ولكن نأكد على ان الكل يحترم هذه الوثيقة
كونها هي الصفة اللي يعني تجعل الإنسان بالفعل يعني يبين أو يعني يظهر قانونيا الانتماء لهذه البلد. لذلك أعتقد بالعموم هناك اهتمام كبير وشديد بهذه الوثيقة، بل ويعني أجزم أن هناك أسر تضع هذه الوثائق داخل التجوري أو داخل الخزنة اللي مع الأشياء المهمة في البيت. لذلك احنا نتمنى دائما وأبدا نأكد على مثل هذه الأهمية، ونقدم لجزيل الشكر سيدة منيرة النعار باحث قانوني أول بأمانة الأمانة العامة لمجلس النواب. شكرا لكم، حياك الله، أهلا وسهلا.